شكرا للزميل عبد الله عثمان العمدة على بركته. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهذا الشوط 16 الخاص بالابكار. اذا دعونا نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع الانطلاق الاول. هناك شاهينية سعيد بن عبيد السبوسي على صدارة الشوط على المركز الاول، بينما سلهودة هناك يتواصل علي بن سالم بن هياي المنصوري على ثاني المراكز، المركز الثالث وصلت سرابة راشد بن سالم بن راشد الاكتبي على ثالث المراكز، بينما هناك المركز الرابع في هذه اللحظات التحديات والدخول من الشاهينية عتيق بن محمد بن زيتون المهيري على رابع المراكز، بينما خامس المراكز ما تدخل هنا ايضا على في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء الشبح لدياب سالم الدري الفلاحي، هي تاتينا على خامس المراكز. المركز السادس هناك الشاهينية محمد بن خليفة بن رشيد يتواجد على سادس المراكز، بينما سابع المراكز هناك يتواجد مشاهدين الاعزاء على سابع المراكز في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق سهيل على سابع المراكز. هناك التحديات والدخول من الاسم القادم لجذابة لمطر بن دحروي العامري، هناك تأتينا جذلة لمطر بن دحروي العامري يتواجد مع هذا الاسم، ومن الجانب الاخر هناك الشاهينية عبد الله بن سعيد بن نصيب العفاري يتواجد مع المركز هناك الثامن. التاسع تاتينا في هذه اللحظات هملولة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، بينما عاشر المراكز هناك جوارح وسهيل بن مسعود بن غصنة العامري. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، سرابة على صدارة الشوط، سرابة راشد بن سالم بن راشد الاكتبي يتواجد ويفتتح الكيلو الأخير هناك مع سرابة على الصدارة على المركز الأول، بينما ثاني المراكز هناك تأتينا الشبح لذياب بن سالم بن دري الفلاحي يتواجد مع المركز الثاني، والمركز الثالث جوارح سهيل بن مسعود بن غصنة العامري على رابع المراكز. المركز الخامس المركز الرابع عفوا وانتقلت الى ثالث المراكز، هناك محمد بن زايد بن خلفان المنصوري وصل مع اللي هي في هذه اللحظات بقول الغربية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ما شاء الله تبارك الله بدأت الانطلاق، ولكن جوارح والغربية بدأن أيضا بالانفراد الكبير والانطلاق القوي مع هذا الشوط، ولكن الغربية على الصدارة، الغربية على المركز الأول، الهوى غربي أبو زايد. هناك محمد بن زايد بن خلفان نجم الموسم ما شاء الله نجومية كبيرة مع هذه الانطلاقات الكبيرة، ولكن جوارح سهيل بن مسعود بن غصنة العامري. هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، إذن الغربية على الصدارة، الغربية على المركز الأول، تهانينا والناموس لأبو زايد، التهنية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وأيضا مشكور يا محمود يا بن محمد الوهيبي. إذن النقطة الثامنة هنا، تهانينا يا أبو زايد على هذا الانجاز الكبير، بينما ثاني المراكز هناك جوارح سهيل بن مسعود بن غصنه العامري. المركز الثالث تاتينا هناك مطر بن دحروي، بينما رابعا هناك شبح ذياب سالم الدري، خامسا وصلت هناك مخيل الحمد بن ناصر المنصوري. هكذا هي النتيجه، والغربيه بطلت هذا الشوط لتضيف النقطه الثامنه الى عزبة ابو زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. مش غريبة بالفعل على هذا الشعار الانتصارات والانجازات، وايضا هناك هذه الانجازات وهذا الجديد مع نجوم المستقبل مع سن الحجايج، نحن بانتظار التوقيت الزمني من 3 كيلومترات. هنا الغربية استطاعت ان تكون بطلة لهذا الشوط، وان تهدي السلامات الى محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. مش غريبة كما أسلفت بالفعل على هذا الشعار الانتصارات، وأيضا سلسلة من الانتصارات. هنا 4 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والسلام غربي بالفعل
بينما ثاني مراكز 4 دقائق 34 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن مسعود بن غصنه العامري على تواجد جوارح أدت بما فيه الكفاية والله يقول الحق. بينما ثالثا لهذه المراكز وصلت هناك أيضا شعار مطر.